وليه الباب ما يبقاش مفتوح لمحمد ابو جبل؟ دي مشكله كبيره يعني. لان برضو مشكله ابو جبل كانت موجوده في وقت اللجنه، لان هو مضى في الفتره دي مع نادي النصر. فالموضوع يعني بالنسبه له كان مقفول ان هو مسافر خلاص يعني. وهو قعد مع مستشار مرتضى وامير وطلب ان هو يفسخ العقد ويمشي، لان خلاص هو في النصر السعودي. ده التكمله بقى يعني. هو مضى الاول مع اللجنه وفي وجوده، وبعد كده في اخر في الاواخر قال ان انا همشي خلاص. عايز امشي كمان موسم خلاص يعني. هو فعمل الفسخ ومشي. فحصلت له مشاكل بقى هناك. فالرجوع هيبقى صعب جدا، لان عواد موجود في اتنين حراس صغيرين موجودين، فهتبقى في مشكله يعني تحصل بقى زمزقه، وانه يخش في مشاكل فيما بعد. فطبعا هتبقى السبب صعب. يعني انت في رايك الباب مقفول لمحمد ابو جبل لاسباب فنيه، ولا اسباب تتعلق ب انه ساب النادي في وقت صعب، انه مضى مع فريق تاني في وقت محمد ابو جبل حارس مرمى كبير طبعا، وعمل 5-6 سنين مع نادي الزمالك يعني بذل كل جهده فيها. انما في اسباب اخرى، ان التوقيت كان وحش اللي هو يمشي فيه. يعني انت عارف يعني، ولد زي نيمار، ولاد صغيره، ونديم حارس مرمى، وسيد حارس المرمى الثالث. واحنا التجربه ما كانتش ايه لسه، ما الرؤيه ما كانتش. انت عايز كل واحد كبير او نجم كبير او لاعب كبير عايزه يسند معاك دلوقتي، يسند في الظروف الصعبه دي، يسند معاك، بتنشأ على اي حد يكون صح موجود. صح. لا، واحنا فضلنا نسال السؤال الصعب. هو لا قدر الله كان اتصاب محمد عواد في اي لحظه من اللحظات، مع كامل الاحترام للصغيرين الشباب، بس فيها ريسك. فيها ريسك كبير. انت سبتني في وقت الريسك. صح. فما يعني الموضوع يعني بكل احترام وادب. وده اعلنه امير امبارح يعني بالظبط ان الامور صعبه بالنسبه له.